الزواج المسيحي طهر ونقاء. الفريسيون ركزوا على الفعل، المسيح ركز على الدافع من جوا، كيف بتبتدي الخطية اللي بتقود الشخص للزنا الفعلي، والمحرك هو الشهوة، قد زنى في قلبه. بعدين بقول أفضل أنك تقطع عينك، تقطع إيدك وتقلع عينك. قطع العين واليد طبعا ليس حرفيا، لأن الخطية تنبع من الداخل، شو بدك تقطع؟ تقطع في هذا الجسد. يعني بكلمات مبسطة، تعامل المسيح مع مصدر الخطية. المسيح أحب الخطاة، غفر للخطاة، غفر للمرأة الخاطئة، وغفر للمرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي تزني. قال أما دانك أحد؟ قالت لا يا سيد. قال لها ولا أنا أدينك. لكن المسيح دفع الثمن على فكرة، قدم حياته، بذل نفسه على الصليب ذبيحة حتى أنت وأنا ما نموت، لكن يكون إلنا الحياة في شخص أخذ مكانك، مات بديل عنك. دايما في ثمن لكل شيء. المسيح دفع الثمن، يعني حررنا من الدين. فكل عليك أنك تسلك في القداسة وتصلي أن الرب يساعدك ويعطيك نعمة وقوة في الداخل. الرب يباركك.